السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم راغب أمين من فراشن سيكوريتي. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتطرق إلى موضوع حماية الأقراص الصلبة وتشفيرها عن طريق بيت لوكر. فإذا ما لاحظتم أن في ويندوز 7 يعني في إعدادات ويندوز 7 نجد بيت لوكر، هذا الأخير الذي يمكننا من أن نقوم بتشفير القرص الصلب. ما فائدة تشفير القرص الصلب؟ بطبيعة الحال عندما نقوم بتشفير القرص الصلب أو يعني الفلاش ميموري أو شيء من هذا القبيل، فهذا الأمر يمكنني أو يضمن لي عدم قراءة القرص الصلب من طرف أي شخص آخر إلا من طرفي أنا شخصيا، أو يعني من طرف مالك الحاسوب. وبالتالي حتى في حالة إذا ما تم اختراق هذا الحاسوب وأراد المهاجم أن يقوم بسرقة صورك، فسيجد صعوبة كون أن هذا القرص الصلب هو مشفر. وغالبا ما نحتاج تشفير الأقراص عندما يعني تكون لدينا أو نتوفر عفوا على بارتيشن، كما تلاحظ معي سي ودي. فمثلا في دي أنا أحتاجها لكي أضع صوري، صور العائلة، يعني معلوماتي الشخصية إلى غير ذلك. وبالتالي إذا ما اخترق الحاسوب، إذا ما قدر الله واخترق الحاسوب ودخل هذا الهاكر إلى القرص دي، يمكن أن يقوم بتحميل الصور وتحميل يعني كافة الأمور التي هي شخصية، بل وكذلك يؤمن لي القرص الصلب في حالة ما إذا تم يعني إذا ما تم سرقة الحاسوب المحمول الخاص بي. حتى إذا قام هذا الشخص بفتح الحاسوب وأراد الدخول على ملفاتي الشخصية سيجدها مشفرة، وبالتالي لن يستطيع قراءتها ولن يستطيع كذلك استخراجها. إذا كيف نقوم بهذه العملية؟ أول شيء نقوم باختيار القرص الصلب الذي نريد أن نقوم بتشفيره، ثم ننقر عليه بزر الفأرة الأيمن، ثم نذهب إلى Turn on BitLocker. Turn on BitLocker. بعد ذلك سأختار Use a password to unlock the drive، وأختار password قوي. أقول يجب علي أن أختار password قوي. لماذا يجب أن يكون الباسورد قوي؟ لأن هناك طرق لفك تشفير الباسوردات الخاصة ببيتلوكر. لهذا كلما كان الباسورد صعب كلما كان صعب أن يتم فك تشفيره. جميل، الآن أختار Next. عندما سأختار Next في الحقيقة في بعض الأحيان أستطيع أن أقوم أو أستطيع أن أقوم بفورمات للهارد درايف. فغالبا المشاكل يعني بعض المشاكل التي يقع فيها الإخوان يقول لك أنا قمت بتشفير الهارد درايف وعندما قمت بفورمات وقع لي مشكل، لا يريد قراءة الباسورد إلى غير ذلك. فكل هذا ناتج عن عدم الاحتفاظ بنسخة من الكي أو ما يسمى ريكوفر كي. هذا ريكوفر كي هو مهم، يجب أن نقوم بالاحتفاظ به في مكان آمن. أقول في مكان آمن أي إما أن يكون أن تقوم بنسخ له في قرص، في أن تقوم بعمل سي دي، أو تقوم بنسخه في يو اس بي، أو تقوم يعني يجب أن يكون يعني يتواجد في مكان آمن حتى عند احتياجك له تجده، لأنه هو من سيساعدك على في يعني في حالة وقوع مشاكل فيما يخص القرص أو فيما يخص البرنامج أو فيما يخص فك تشفير القرص الصلب الخاص بك فستحتاج إليه. إذا save the recover key to a USB flash على سبيل المثال، أو عفوا save the recovery key. إذا كنت تتوفر على فلاش ميموري خاصة بك يمكن أن تختار الخيار الأول. إذا كنت لا تتوفر على كي فلاش وتريد فقط أن تقوم بسيف له في على القرص الصلب تختار save the recovery key to file، أو في حالة إذا ما كنت ترغب في تريد طباعة الكي يمكن أن تختار print the recovery key. إذا أنا سأختار الخيار الوسط كون أنه هو الملائم لي، ثم سأختار المكان سيف، ثم يس. لاحظ معي تكون ملف بيت لوكر ريكوفر كي. إذا هذا هو الريكوفر كي الذي في حالة إذا ما احتجته سأقوم بإدخاله. ثم بعد ذلك نقر على نيكس. ثم الآن
الخطوة التي سأعمل بها هي start encrypting. الآن سيعمل البرنامج على تشفير القرص الصلب. وكما ستلاحظ معي عند إعادة دخولك ستجد أن هناك قفل. والآن عندما ستريد أو سترغب أو أي شخص يريد يرغب في الدخول إلى ملفاتك سيطلب منه كلمة مرور. بطبيعة الحال يمكن أن أقوم ب يعني مانيج تسيير للبيت لوكر الخاص بي عبر النقر على زر الفأرة الأيمن ثم مانيج كما تلاحظ معي. إذا أعيد الكرة حتى تتضح جيدا قرب زر الفأرة ثم كما تلاحظ معي مانيج بيت لوكر. هذه المرة لا تظهر turn on ولكن مانيج بيت لوكر. لاحظ معي لدي خطة خيارات. أولها change password إذا ما كنت أرغب في تغيير الباسورد. remove password from this hard drive. add smart card إلى غير ذلك. إذن يعني في remove password from this drive يمكن كذلك أن أختار start ثم control panel وأذهب إلى أختار bit locker كما ستلاحظ معي على الشاشة. bit locker the drive encryption. ومن هنا يمكن أن أقوم بتعطيل للخاصية أو يعني أو تفعيلها كذلك. لاحظ معي يمكن أن أقوم مثلا بتعطيل إذا ما كنت أرغب بحذف البيت لوكر سأختار turn off بيت لوكر. لاحظ معي turn off أنقر عليها ثم أختار decrypt. الآن سيتم إعادة يعني encryption decryption يعني تشفير و يعني حذف التشفير حتى وسترجع الأمور طبيعية على ما كانت عليه. إذن كنت سعيد جدا بأصدفكم في هذه الحلقة والتي خصصناها إلى موضوع تشفير الأقراص الصلبة وحماية نفسك من التجسس على بياناتك الخاصة. إلى حلقة أخرى من حلقات راغب أمين وعلى The Professional Security. دمتم في أمان الله.